السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شيماء عثمان من قناة مش دكتورة، ولكن أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله الحلقة الثانية من سلسلة السكر، وإزاي نتغلب أو نعكس مرض السكر من النوع الثاني ومن النوع الأول برضو قدر الإمكان من خلال 5 خطوات مهمة جدا نتبعهم، وبمشيئة الله تعالى هنلاقي النتيجة كويسة. وكمان هنعرض 3 أيام نموذج لأكلنا، فطار غدا عشاء سناك، ازاي نمشي على الموضوع دوت، لان احنا هنتكلم كل 3 ايام بنغير اكل. تمام، في اول 3 ايام ده كده هديه مني، وبعدين احنا مع بعضينا هنشيل مثلا المكون ده او العنصر ده، هنحط مكان العنصر ده، لان هيبقى فيه لسه احنا هنختار منها. دماغك انت بقى، فنيني في طريقه الاكل بتاعك. اتمنى ان انتوا تعملوا لي شير لايك سبسكرايب، دعموا القناه يا جماعه بعد اذنكم، ويلا بينا نبدا على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ارتبط مرض السكر مع مرض الضغط والقلب لكبار السن، دي نقطة مهمة جدا لازم تتحط في الحسبان. ليه بقول الكلام دوت؟ الكبار في السن، انا هنشوف بقية الحلقة ان شاء الله باذن الله هنرتاح، او الناس اللي عندها اوريدي سكر. طيب الناس اللي ما عندها سكر، الشباب، انا 36 سنة داخلين على 40. طيب ال40 ده احنا قلنا السنة الحلقة اللي فاتت قلنا ان السكر من النوع الثاني بيبدا يظهر، ممكن يظهر لما فوق ال40، يعني ال40 عندك خط في نسبه خطوره، انت على حافه الخطر. ممكن نقدر نظام، نغير دنيتنا، نغير الاكل بتاعنا، نغير الكلام ده كله، وخصوصا ان احنا يكون معانا علم فبيتنفذ، ده مهم جدا. تمام، السكر بيعمل مشاكل ومخاطر ومضاعفات صعبه قوي، يعني هو لا قدر الله بيسبب مشاكل في القلب، في الاوعيه الدمويه، ممكن يسبب سكته دماغيه، ممكن طبعا بتر الاطراف السفليه، الحماض الكيتوني السكري، ممكن يوصل للعمى. وفي حالات على ارض الواقع اكيد شفنا الكلام دوت في عائلتنا او في المستشفيات، يعني اكيد اكيد الكلام ده اتشاف، فنلحق نعمل ده، وخصوصا ان احنا بنفهم اهو. طيب بالنسبه للسكر من النوع الاول، احنا قلنا ان هو مرض مناعه ذاتي. ايه السبب؟ ايه السبب اللي يخلي فيه مرض مناعه ذاتي؟ انا عندي مرض مناعه ذاتي، اتلف الخلايا البنكرياس ليه؟ انا عملت ايه؟ اقول لحضرتك انت عملت ايه، طبعا من غير ما تشعر، وده قضاء الله وقدره. اللي حصل ان انت عندك استجابه مناعه ذاتيه من حاجه معينه، تحسس من نوع معين من الاكل، ده فرضيه، اكل معين انت اكلته، اما ان هو جي ام او، ممكن قمح، حليب البقر، فول الصويا، او انك انت تعرضت للفيروس، فده عمل لك استجابة مناعة ذاتية، او ان حصل انت تعرضت للاكل معدل وراثيا، او انك عندك معادن ثقيلة من الجسم. كل ده بديهي او يعني متوقع جدا انه يعمل لي سكر من النوع الاول. تمام، طيب هل ده ما يتعالجش؟ يعني انا عندي سكر من النوع الاول بسبب مثلا ان انا عندي معادن ثقيله في الجسم، طب انا هعمل ديتوكس بتاع المعادن الثقيله، خلاص شكرا، ادي الفرصه للجسم ان هو يتعافى بنفسه، واديله الفتره براحته هو. خلاص، طب ايه اللي جاب تحسس القمح لحليب البقر لمرض السكر؟ هي الفكره كلها ان القمح بيحتوي على ماده الجلوتين، محدث لا حرج، على بروتينات الجلوتين. تمام، اللبن بتاع البقر فيه كازين A1، الاتنين دول يشبهوا بعض في السايد افكت بتاعهم، الاتنين دول بيتسببوا في حدوث تسرب في الامعاء، ارتشاح الامعاء. لو انتوا فاكرين انا اتكلمت في حلقه قبل كده عن ارتشاح الامعاء، وقلت ان في ماده او بروتين في القمح اسمه الزينينول، ده بيسبب في توسع ارتشاح الامعاء. والجلوتين والكازين A1 اصلا بيعمل ارتشاح الامعاء، فده بيؤدي لحدوث التهاب شامل في جميع انحاء الجسم، مع مرور الوقت ممكن يؤدي بامراض المناعه، الاصابه بامراض المناعه الذاتيه. وانت نصيبك يعني في واحد بياخد ام اس، واحد بياخد سكر، في واحد بياخد روماتويد، في واحد بيننا، يعني ما حدش عارف. تمام، طيب وهو نادرا ما بيتم عكس ده السكر من النوع الاول، لكن مع التغيرات الغذائيه الصحيحه اكيد هيكون في تحسينات ملحوظه رئيسيه في مستويات السكر
الشخص اعتماده على الانسولين وعلى الادويه هيقل. وانس ان انت جالك الامل ان انت تقلل من استخدامك للجرعه بتاعه الدواء لسه مهيسه بره من الدواء او من من الانسولين ده، يديك امل ان انت في يوم من الايام ان شاء الله باذن الله هتقدر تتخلص من الكلام ده كله. طيب تعالوا بقى نشوف النوع الثاني، ده الاكثر شيوعا في العالم كله من فوق الاربعين سنه. هاي لسه قايلين لسه قايلين ارجعوا ماشي. الناس الاكثر عرضه للاصابه بالسكر من النوع الثاني هم طبعا اللي بيعانوا من زياده في الوزن، اتباع نظام غذائي سيء، زياده الوزن، مستويات عاليه من الالتهابات في الجسم، ناس بتعيش حياه مش مستقره، بيعانوا من كميه التوتر، خلي بالك ده لوحده نوع السكر العصبي، وجود تاريخ عائلي لمرض السكر خصوصا في الوالدين او الاخوه، ارتفاع ضغط الدم او تاريخ مرضي في القلب، وجود حاله هرمونيه زي فرط نشاط الغده الدرقيه، متلازمه تكيس المبايض او متلازمه كوشنج، التعرض للسموم او الفيروسات او المواد الكيميائيه الضاره، تناول بعض الادويه مثل التي تعطل انتاج الانسولين. تمام. هم لحسن الحظ في طرق طبيعيه لعكس مرض السكري من النوع الثاني اللي هي ايه؟ ايه هما بقى الخمس خطوات اللي احنا هنمشي عليهم؟ اول حاجه ازاله الاطعمه الضاربيه اللي بتزود مرض السكر، او ان اصلا يعني هي الاطعمه دي كلها احنا متفقين عليها لعلاج اي مرض مهما كان. اول حاجه هنمنع السكر المكرر، ده بيعمل لي حاجه اسمها سبايك، ان انا برفع نسبه السكر مره واحده والجلوكوز في الدم قوي وبعد كده بتنزل مره تانية، فالانسولين بيحصل له هبل في الدماغ. من ضمن الحاجات اللي فيها السكر المكرر طبعا السكر ماده السكر اللي بتحط في الشاي في القهوه في الكلام ده، المشروبات الغازيه، عصاير الفاكهه، المشروبات السكريه. عصاير الفاكهه معلش احنا عندنا مرض، احنا عندنا مشكله، عندنا سكر، ما ينفعش اشرب عصير فاكهه، مش مشكله نستثنيه مش حكايه. طيب انا منعت كل ده، لا لسه كمان همنع لك العسل الخام وشراب الكاكاو. طب مش هاخد حاجه مسكره مسموح لحضرتك ستيفيا؟ تمام. طيب ادي اول حاجه. تاني حاجه الحبوب، وحبوب يعني ايه يا شطار؟ الحبوب اللي بتحتوي على ماده الجلوتين زي مين يا شطار؟ زي القمح. حلو جدا. القمح في كميات كبيره جدا من الكربوهيدرات بتتحلل للسكر في غضون دقائق قليله من الاستهلاك، بيسبب الجلوتين التهاب معوي، بيسبب لي ارتشاح امعاء، ده بيأثر على هرمونات الكورتيزول والليبتين فبيؤدي لارتفاع نسبه السكر في الدم. علشان كده يوصى بازاله جميع الحبوب من نظامك الغذائي لمده 90 يوم. ده كلام دكتور جوش اكس، 90 يوم ماشي. حلو الكلام بقى دوت للسكر للكانديدا للام اس لكل من عنده عله في جسمه، امنع القمح او الجلوتين 90 يوم. طيب ليه بقى في الوقت دوت جسمي بيتكيف بيتعامل على انه في برنامج شفاء، انا كده بشفي جسمي. حلو الكلام دوت. هنبدا ان احنا ممكن نرجع للحبوب المستنبته القديمه، الحاجات اللي قبل الجي ام او وقبل التكنولوجيا المتخلفه بتاعتنا ديت وقبل التعديل الوراثي على الاطعمه. تالت حاجه هتتمنع حليب الابقار التقليدي الاي 1 كازين. تمام. لو انت خصوصا لمرضى السكر من النوع الاول لانه مرض مناعه، انا بحب اللبن، انا بحب اشرب لبن، عندك ممكن تشرب لبن ماعز، لبن اغنام، لبن الابقار بس اي 2 من مش اي 1 كازين. حلو. رابع حاجه هنمنعها تماما هو الكحوليات. الكحوليات فيها نسبة سكر عالية جدا وهو اصلا خطير وبيؤدي لتسمم الكبد. يعني احنا واحنا صغيرين كنا عارفين ان الكحوليات بتدمر الكلى، لا هو كمان بيعمل تسمم للكبد، والكبد احنا محتاجينه. ومهم تجنب شرب البيرة، شرب المشروبات الكحولية اللي بتحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات وبشكل خاص تجنبها. خامس حاجة الاطعمة المعدلة وراثيا اللي هي الجي ام او، على رأسهم الذرة، فول الصويا، الكانولا. سادس حاجة الزيوت المهدرجة زي الزيوت النباتية، زيت فول الصويا، زيت بذرة القطن، زيت الكانولا، دي معالجة. الزيوت مشكلتها ايه؟ بتبقى معالجة في درجات حرارة عالية جدا، بيتم دمجها مع عوامل تبييض واصباغ اصطناعية، ده مش زيت خالص. بدل ما احنا هناخد الزيوت المهدرجة احنا هنعمل ايه؟ هنبدلها بالدهون الصحية، لان هي دي
بتعمل اصلا مشكلات وبتؤدي الى مرض السكر. دي اول خطوه هنمنع اللي فات ده كله. طب الخطوه الثانيه هندمج بقى مجموعه من الاكل مهمه جدا في علاج مرض السكر. اول حاجه هندرس كميه من الالياف. انا عايزه في كل وجبه يكون فيها الياف ما لا يقل عن 30 جرام في اليوم من الالياف. الالياف دي بتيجي منين؟ هلاقيها في براعم البروكسل، في البسله، في الخرشوف، الافوكادو، التوت، المكسرات، البذور، وخاصه بذور الشيا وبذور الكتان. دي اول حاجه الياف. تاني حاجه الاطعمه اللي بتحتوي على نسبه عاليه من الكروم، ماده الكروم او عنصر الكروم. ده هنلاقيه فين؟ هنلاقيه في البروكلي، ده بيحتوي على اعلى كميات من الكروم. هنلاقيه في الجبنه النيه، الفاصوليا الخضراء، الخميره البيره ولحم البقر العضوي. تمام، الخميره البيره برضو علشان حلقه الكانديدا اوفر جروس اللي هي الداي اوف. خميره بيره يا دكتور انت بتقولي ايه يعني؟ اللي هو خميره بيره، ما هي الخميره البيره هتزود الكانديدا. حبيبتي انا بتكلم في الكانديدا داي اوف. الكانديدا داي اوف مديلك 90 يوم امنع فيه كارب. بعد ال 90 يوم ممكن ان احنا نخبط نوك 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 نوك، هديلك خميره بيره. خميره بيره مش ما فيهاش جلوتين، هي خميره بيره فطره في الاول وفي الاخر فيرمنتد. تمام، طيب هنزود ايه كمان؟ الاطعمه الغنيه بالمغنيسيوم دي هنلاقيها في السبانخ، في السلق، بذور اليقطين، اللوز، الزبادي، الفاصوليا السوداء. والله العظيم في فاصوليا سوداء وفي فاصوليا حمراء وموجودين في مصر. هنزود الدهون الصحيه، الاحماض الدهنيه متوسطه السلسله، موجوده في زيت جوز الهند، زيت النخيل الاحمر. ده بمثابه مصدر وقود مفضل للجسم، لاني انا الطاقه عندي بحرقها من السكر. طب انا ما باخدش سكر، فبالتالي هنلجا للحاجات ديت. ممكن استخدم حليب جوز الهند، السمنه والزبده البلدي، بس بلدي عضوي ما يكونش فيها اي هرمونات. افضل انواع الحميات الغذائيه المناسبه لمرضى السكر هو حميه الكيتوجينيك دايت. تمام، طيب ليه هي بتعتمد في الاول وفي الاخر على نسبه الدهون بتبقى اعلى من الكرب؟ طبعا يعني دهون بروتين كرب 5% كرب، فده فير انف بالنسبه للجسم. وكمان بيعمل شيبنج للجسم، بيبقى ريشيب حلو يعني ما فيهوش مشكله، ومش غالي، مش مكلف. هو بس الفكره في ازاي نمشيها يعني. ثالث خطوة المكملات الغذائية المهمة جدا لمرضى السكر. أول حاجة عندنا اسمها بيكولينات الكروم، ودي 200 ميكروغرام من البيكولينات كروم 3 مرات يوميا مع الوجبات. ده بيساعد في تحسين حساسية الإنسولين وانخفاض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، انخفاض الاحتياجات من الأدوية الخاصة بمرض السكر في الدم. تاني حاجة القرفة، علشان استفيد من الفوائد الصحية الموجودة في القرفة، ممكن احط معلقة صغيرة على الطعام، على العصاير، نعمله مشروب القرفة، نتناول قطرة او قطرتين من زيت القرفة العطري، 3 نقط من زيت القرفة مع نص معلقة صغيرة من زيت جوز الهند، وتتدلك في المعصمين وفي البطن. يا جماعة السرة يعني لو في عند بنتك او ابنك برد، حطي له نقط من زيت الزيتون في السرة. لو في اي مشكلة حطي زيت زيتون في السرة. ده طريقة للعلاج، طريقة بلدي عادي وبتجيب نتيجة يعني. خلاص، طيب ثالث حاجة هنستخدمها هو زيت السمك اوميجا 3. ده تناول يوميا 1000 ملغرام، 4 حمض الالفا لايبوتيك. حمض الالفا لايبوتيك دوت مضاد اكسدة. تمام، بيساعد على تحويل الجلوكوز للوقود للجسم، وبيحسن بشكل فعال حساسية الانسولين، بيقلل من اعراض الاعتلال العصبي السكري زي الضعف، الالم، التخدير، التنميل عن الناتج عن تلف الاعصاب. الكلام دوت مفيد برضو لمرضى التصلب العصبي، نفس الكلام احنا بنحس بيه. بنلاقيه فين في الاكل؟ في البروكولي، السبانخ، الطماطم، دول غنيين جدا. هنتناول مكمل مهم جدا اللي هو الALA. رقم 5 بقى، ودي يعني اول ما شفته والله قعدت اضحك، خلاصه البطيخ المر او البيتر. هو معروف في مصر، هو بتاع كده بصوا يعني تحسيها خيار صغير قصير، والقشره بتاعته عامله زي التنين يعني، فيها بذابيس كتير جدا. دي مره جدا بس مفيده جدا. كل ما هو مر كل ما هو مفيد. البيتر في مصر يعني اللي هو معروف باسم بيتر، يعني الناس اللي بيبيعوا بيتباع في الشارع على الرصيف بكام يا حاجه وبتاع، هو ده ايه يا حاجه ده بيتر.
اللي هو بيتر يعني ايه بيتر، يعني هو كنوع من الذعابه يعني. بقول لها يعني ايه بيتر يا حاجه وبتاع، قالت لي ما اعرفش، ده واحد اول واحد زرعه في مصر كان اسمه بيتر، فخلاص اتعرف باسم بيتر، هو اول واحد زرعه في البلد. قلت لها طب تمام، اديني بيتر، اديني كيلو بيتر. يا سلام. تمام. فالبيتر او خلاصه البطيخ المر هو حاجه مره جدا بس مفيده جدا في تقليل واداره اعراض مرض السكر، بما في ذلك مقاومه الانسولين ومضاعفات القلب وتلف الكلى وتلف الاوعيه الدمويه واضطرابات العين وعدم انتظام الهرمونات. تمام. ده العم بيتر. رابع خطوة مفيدة جدا لمرض السكر هي ممارسة التمارين الرياضية. عن طريق ممارسة الرياضة انت ممكن تمنع او تأخر مرض السكر من النوع الثاني اصلا، وبالنسبة للنوع الاول بيحسن منه كتير، بيأثر بشكل ايجابي على ضغط الدم، صحة القلب، مستويات الكوليسترول ونوعية الحياة. الرياضة مفيدة، الرياضة حلوة، بتحرق الدهون، بتبني عضلات خالية من الدهون، بتمنع لي تكون مرض السكر. لو هو موجود اصلا مرض السكر بتعمل لي حاجة اسمها عكس المرض السكر، ان هي بتوقفه وبتعكس الاعراض الايجابية. التمرين ده لما يتعمل كجزء من الروتين اليومي هيبقى شيء لطيف جدا. ممكن ما اروحش الجيم، يعني مش شرط اروح الجيم، ابسط الامور ان احنا نمشي 20 ل 30 دقيقة يوميا، وخاصة بعد الوجبات يا حبذا. ممكن نعمل ممارسة اليوجا، التمدد في المنزل، وده خيار تاني حلو جدا. بالإضافة لتمارين المشي والإطالة ممكن نعمل الكارديو المتقطع، ممكن نعمل تمارين الاندفاع، تمارين رفع الأثقال من 3 ل 5 مرات في الأسبوع لمدة من 20 ل 40 دقيقة. يبقى احنا هننفذ إن شاء الله، أول حاجة هنستثني نوعية من الأكل، 2 هنزود أكل تاني، 3 هنلعب رياضة، 4 مكملات غذائية، 5 ان احنا هنعمل كل ده مع بعض. الحصول على الكثير من البروتينات عالية الجودة، نظيفة، دهون صحية، الياف في كل وجبة غذائية. مريض السكر واي مريض واي حد سليم ما ينفعش ياكل طاقة واحدة في اليوم او 3 طاقات اللي هما الفطار غدا عشاء. لا، هو الستاندرد دلوقتي 5 وجبات، فطار الصبح قوي وبعديها بساعتين السناك حاجة خفيفة تسند، بعد كده وجبة الغداء بتكون دي الوجبة الأساسية، بعد كده سناك خفيفة برضو، وبعد كده العشاء، وبعد كده تصبحوا على خير. هيتنفذ ازاي؟ بروتينات عالية الجودة، نظيفة، دهون صحية، ألياف في كل وجبة. ده هنمشي أول 3 أيام تجربة من الخطة، وبعد كده هنعمل مزيج مختلف ما بين القائمة بتاعتنا اللي احنا هننزلها. كل 3 أيام احنا بنغير نوعية الأكل من ضمن الأطعمة اللي احنا قايلين عليها، مع تدوين الآثار الجانبية اللي انت بتترك عليك. ده كان الخطوة 5. تعالوا بقى نشوف مع بعض نموذج ل3 أيام لمرضى السكر بياكلوا ازاي. وقدام حضراتكم دلوقتي الجدول ب3 أيام، فطار وغدا وسناك وبعدين عشاء، نقدر ان احنا نقتضي بيه كنموذج لعلاج مرضى السكر من النوع الثاني. واتمنى من مرضى السكر النوع الاول ان هم يجربوا الكلام ده، لان هو ما فيش غيره، وهو هيتجرب وبمشيئة الله تعالى هتلاقوا نتيجة فيه كويسة. يعني هو ما فيهوش اي مشكلة، ما فيهوش اي تعارض مع ان هو يكون مرض مناعة ذاتي او مرض سكر، مش مشكلة خالص، مش فارق المسميات قد ما فارق ان احنا نطبق فعليا الكلام ده. واحنا مع بعض لو احتجتوا اي حاجة في الموضوع دوت ارجوكوا تواصلوا معايا. دي مش اخر حلقة، يعني هو ده لسه الحلقة التانية من سلسلة حلقات السكر. بمشيئة الله تعالى هنعمل حلقة عن مرض السكر ودور البروبيوتيك في تقويم او تعديل مرض السكر، وازاي بيتم استخدامه، وازاي ان احنا نقدر نستعين بيه علشان الشفاء. كان معاكم شيماء عثمان من قناة مش دكتورة، ولكن اتمنى اكون نولت اعجابكم. اتمنى برضو ان انتوا تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب، دعموني يا جماعة بعد اذنكم علشان القناة ما تتقفلش. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.